أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة. نستكمل اليوم حديثنا عن قبائل اللافقاريات، ونبدأ بدراسة قبائل الديدان التي تمتاز جميع الديدان بأنها طويلة الجسم، ولكن تختلف هذه الديدان بعضها عن بعض في العديد من الصفات التركيبية والشكلية. واختلافها في الصفات التركيبية والشكلية أدى إلى تقسيمها عبر علماء التصنيف إلى 3 قبائل. إذن تشترك في طول الجسم، وتختلف الديدان في الصفات التركيبية والشكلية، مما أدى إلى تصنيفها إلى ديدان حلقية، ديدان أسطوانية، ديدان مفلطحة. قبيلة الديدان المفلطحة أو المسطحة هو موضوع دراستنا لهذا اليوم. الخصائص العامة للديدان المفلطحة، لماذا سميت بهذا الاسم؟ سميت الديدان المفلطحة لأن جسمها مفلطح أو مسطح، وهي أبسط الحيوانات ثلاثية الطبقات. إذن أول الخصائص ثلاثية الطبقات. علل، تعد هذه الديدان أبسط أنواع الديدان لأنها عديمة التجويف الجسمي. إذن لا تمتلك تجويف، ثلاثية الطبقات، عديمة التجويف الجسمي، ثلاثية الطبقات. بما أنها ثلاثية الطبقات وعديمة التجويف الجسمي تعتبر أبسط أنواع الديدان. ميزاتها، أول الحيوانات التي تظهر بها أعضاء وأجهزة خلوية كما درسنا في الإسفنجيات، التنظيم فيها على مستوى الخلية، في اللاسعات التنظيم فيها يرقى إلى مستوى النسيج. أما في الديدان المفلطحة وهي أبسط أنواع الديدان، أول الحيوانات التي تبدأ فيها ظهور الأعضاء والأجهزة الخلوية، فمستوى التنظيم يصل إلى مستوى الأعضاء والأجهزة. تعيش الديدان المفلطحة في عدة ظروف، لها عدة طرق للمعيشة، بعضها حر مثل البلناريا يعيش في البيئة المائية، بعضها الآخر طفيلي، والطفطفل فيها له وجهين، إما تعيش على عائل وحيد تتطفل على نوع آخر من الكائنات الحية الفقارية ويكون وحيد مثل الدودة الشرير الكبدي، عفوا الدودة الكبدية، إذا عاشت على عائل واحد أي تتطفل على فقاري واحد، على نوع من الفقاريات واحد، ولا تنتقل من نوع إلى نوع آخر تسمى وحيدة العائل. أما إذا كانت تنتقل من عائل إلى عائل آخر كما هو الحال في البلهارسيا، أو مثال آخر الدودة الشريطية، فالدودة الشريطية تنتقل من البقر، الدودة الشريطية البقرية، العائل الأول البقر، ومن البقر تنتقل إلى الإنسان، فهنا تطفلت على نوعين مختلفين من الفقاريات فتسمى ثنائي العائل. البقر يدعى عائل وسطي، والإنسان يدعى عائل نهائي. إذا تطفلت على كائنين حيين نوعين الفقاريات تسمى ثنائية العائل. أما إذا قضت طول فترة حياتها في عائل واحد كما هو الحال في الدودة الكبدية تسمى أحادي وحيدة العائل. يتفاوت الطول بتفاوت النوع، فالبلناريا طولها يصل إلى 5 مليمتر، أما الدودة الشريطية عدة أمتار تصل إلى 6 و7 متر. إذن هناك تفاوت شديد بالطول بين أفراد هذه القبيلة، فالبلناريا يصل طولها إلى 5 مليمتر، أما الديدان الشريطية يصل طولها إلى عدة أمتار، 5 أو 6 أو حتى 7 أمتار. الآن نكمل الخصائص العامة. نعود، أول خاصية ثلاثية الطبقات المولدة، ثاني خاصية عديمة التجويف الجسمي، ثالث خاصية التماثل، والتماثل فيها جانبي، المقصود بالتماثل خط وهمي يقسم الكائن الحي إلى قسمين متماثلين، القسم الأيسر مطابق للقسم الأيمن. في الديدان خصوصا المفلطحة لا يمكن رسم إلا خط واحد، فيكون الجانب الأيسر مطابق للجانب الأيمن، ومن هنا كانت ثنائية أو جانبية التماثل. الجسم يقسم إلى رأس واضح، وبعد الرأس تأتي إلى قطع، مقسم إلى قطع ولها رأس واضح. الأجهزة التي تمتلكها هضمي وتناسلي وعصبي وإخراج، وهذه الرسمة توضح لنا الأجهزة التي ذكرناها. نبدأ بأولى هذه الأجهزة، ألا وهو الجهاز العصبي.
هذا هو الجهاز العصبي. يتكون الجهاز العصبي من حبلين عصبيين يمتدان على طول جسم الدودة. حبلين عصبيين يمتدان على طول جسم الدودة، هذه الدودة تمثل دودة الملناريا. لاحظ معي عزيز الطالب، الحبلان يمتدان على طول الجسم، وهناك وصلات عصبية، وصلات عصبية تسمى أعصاب مستعرضة، تسمى أعصاب مستعرضة، وينتهي الحبلان في المقدمة في الدماغ، ينتهي الحبلان في المقدمة في الدماغ، والدماغ موصول مع البقع العينية، تمتلك البلناريا بقع عينية في مقدمة الرأس. الآن نأتي على الجهاز آخر ألا وهو الجهاز الهضمي. يبدأ الجهاز الهضمي في البلعوم، ومن البلعوم إلى الجوف المعوي. بلعوم متبوع بالجوف المعوي والأمعاء، تمتلك إذن بلعوم وأمعاء والجوف المعوي. الجهاز الآخر ألا وهو جهاز الإخراج، وهو عبارة عن قنوات إخراجية تتكون من خلايا لهيبية تحتوي على أهداب. إذن جهاز الإخراج عبارة عن خلايا لهيبية وأهداب. الجهاز التناسلي، الجهاز التناسلي هذا هو الجهاز التناسلي في البلناريا. انتبه عزيز الطالب أن البلناريا تمتلك مبيض وتمتلك قناة منوية، خصي ومبيض، يتكون من مبيض غدة محمية وخصي وقناة ناقلة للنطف وبلعوم وقناة منوية وقضيب في غرفة تناسلية وفوهة تناسلية يخرج منها النطفة. الآن تمتلك مبيض وخصي وقنوات خاصة لنقل النطف. الآن عزيز الطالب الآن الجهاز الهضمي قلنا يبدأ بالبلعوم، يليه أمعاء وجوف معوي. الهضم داخل الخلايا، الهضم يكون داخل الخلايا. الجهاز العصبي يتكون من حبلان عصبيان جانبيان، أعصاب مستعرضة ودماغ. التكاثر لا جنسي كما البلناريا تتكاثر، الديدان المفلطحة بطريقتين، طريقة لا جنسية كما هو الحال في البلناريا، وطريقة جنسية في الدودة الشريطية. التكاثر لا جنسي في البلناريا بطريقة تسمى التجزئة، هذه هو اسم العملية التكاثر، التجزئة هي طريقة التكاثر اللاجنسي في البلناريا. الآن نبدأ في دورة حياة الديدان المفلطحة ونأخذ مثال عليها الدودة الشريطية، وهناك نوعان رئيسيان للدودة الشريطية، الدودة الشريطية البقرية والدودة الشريطية الخنزيرية. نبدأ من هنا من لحظة خروج القطع الناضجة الأسلات، تخرج يومياً 3 إلى 10 أسلات يومياً، بها حوالي 100,000 بويضة مخصبة في كل أسلة، تخرج من خلال البراز الشخصي المصاب تلوث الأعشاب. تأتي الأبقار أو الخنزير ألا وهو العالي الوسطي يتغذى على النباتات الملوثة ببراز الشخص المصاب، مما يؤدي إلى ابتلاعه إلى البويضات المخصبة التي تنتقل إلى الأمعاء، تفقس في الأمعاء لتكون دودة مثانية. إذن تعيش على شكل دودة مثانية داخل العالي الوسطي، تخترق الأمعاء وتنتقل إلى مجرى الدم لتصل إلى العضلات حيث تتحوصل وتبقى فيها. إذا عند خروج الأسلات المحملة بالبويض المخصبة مع براز الشخص المصاب تنتقل إلى النباتات التي تتغذى عليها الحيوانات، لو وهو العائل البقري العائل الوسطي كالبقر، تقوم بالتهام هذه النباتات الملوثة فتنتقل البيوض إلى داخل أمعائها، تنتقل داخل أمعاء تفقس هذه البيوض وتصبح دودة مثانية. الدودة المثانية تخترق الأمعاء وتتجه عبر الدم إلى العضلات، تتحوصل في العضلات وتبقى فيها. عندما الآن ماذا يحدث بعد ذلك؟ يقوم الإنسان بالتهام لحم بقري غير مطهو جيدا ومصاب بالدودة الشريطية، أي يمتلك الحويصلة التي تحتوي الدودة الشريطية، تخرج الدودة المثانية من الحويصلة في المعدة لتنطلق إلى الاثني عشر ومنها إلى الأمعاء الدقيقة
تبدأ عملية نمو ببروز الرأس الذي يحتوي المماصات التي تتسق بجدار الأمعاء انتقال الأمعاء، أو إذا كانت تمتلك خطافات كما هو حال في الدودة الشريطية البقرية. المهم والفكرة الرئيسية أنها تلتصق في جدار الأمعاء. بعد التصاقها تبدأ عملية نمو القطع، وهناك العديد آلاف القطع ليصل طول الدودة في نهاية البلوغ أو عندما تبلغ البلوغ إلى عدة أمتار. هذه الأمتار جميعا تكون في أمعاء الشخص المصاب، وتصبح تتغذى كل قطعة تتغذى بشكل مستقل عن القطعة الأخرى. الآن على شكل نقاط نبدأ بدراسة دورة حياة الدودة الشريطية. 1- تعيش الدودة الشريطية في أمعاء الإنسان الدقيقة، وعندما يكتمل نموها تنفصل 3 إلى 10 أسلات يوميا. تخرج الأسلات مع براز الإنسان المصاب، تحتوي كل أسلة على 100,000 بويضة مخصبة. ينطلق البيض المخصب من الأسلة بعد جفافها وتمزقها وينتقل إلى البقر عبر تناول غذاء ملوث بالبيض. يفقس البيض في الأمعاء وتخرج منه أجنة سداسية الأشواك. تخترق الأجنة سداسية الأشواك أمعاء العائل على مثل البقر وتسري في الدم إلى أن تصل الأنسجة العضلية. تتكدس الأجنة حول نفسها مكونة الدودة المثانية، وهي عبارة عن دودة ذات رأس صغير داخل مثانة ممتلئة بسائل. تنتقل الإصابة إلى الإنسان عند أكل لحم بقري يحتوي الدودة المثانية الطور المعدي ولم يتم طهوه جيدا. يتحلل جدار الدودة المثانية في الأمعاء وتنطلق إلى 12 حيث يبرز الرأس. تهاجر إلى الجزء الأوسط من الأمعاء لتثبت رأسها بجدار الأمعاء لتصبح دودة كاملة خلال 3 إلى 6 أشهر. وهذه هي بعض الصور لدودة شريطية موجودة في الأمعاء. هذه الصور هي صور حقيقية لدودة شريطية في بعض لأشخاص مصابين في هذا النوع من الديدان. الأعراض المصاحبة للدودة الشريطية: ألام في البطن، قيء، غثيان والشعور بالتعب، الجفاف الناتج عن الإسهال، فقدان الوزن وفقدان الشهية. إذن هناك أعراض للإصابة بهذا النوع من الديدان: ألام في البطن، قيء، غثيان، شعور بالتعب، الجفاف الناتج عن الإسهال، فقدان الوزن وفقدان الشهية. بالنسبة للعلاج، أغلب عمليات العلاج لهذا النوع من الديدان إذا كانت الدودة وصلت إلى مرحلة البلوغ تكون ممكن من خلال تدخل جراحي. الآن كيف يتم أو الآن نعمل مقارنة بين الدودة الشريطية والملناريا من حيث الجهاز الهضمي وطريقة التغذية. نبدأ في الجهاز الهضمي. لا تمتلك الدودة الشريطية جهاز هضمي نهائيا. كما تكلمنا، كل قطعة من قطع التي تلي الرأس تتم بتغذية ذاتية، كل قطعة تمتص الغذاء مباشرة. طبعا الدودة الشريطية تعتمد على الغذاء المهضوم في جسم الإنسان. الإنسان عندما يهضم الغذاء تكون الدودة تحصل على الغذاء جاهز مهضوم وتقوم فقط في امتصاصه. بينما في البلناريا وهي تعيش معيشة حرة تمتلك جهاز مختص في الهضم، وكما درسنا بلعوم ومريء إلى آخر مكوناته. ثم نأتي الآن إلى طريقة التغذية. في الدودة الشريطية متطفلة تتغذى على الطعام المهضوم داخل العائل، وفي البلناريا تمتص الحيوانات الصغيرة بواسطة البلعوم. إلى هنا عزيز الطالب نكون قد أدهينا أول قبائل الديدان، ألا وهي قبيلة الديدان المفلطحة. شكرا لكم لحسن استماعكم، أسأل الله تعالى لكم التوفيق. كان معكم مدرس المادة إسلام فياض من المدارس الفلسطينية في الدوحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.